الاستثناء هو اللي خلاص انتهى ما راح يدش. ما راح يدش. هذا بالقانون مذكورة اللي هم منتسبي القوات المسلحة الأربعة. الجيش والداخلية والحرس الوطني والشرطة. نعم. بشرط أن يخدم 5 سنوات. الخدمة يستمر. نعم. لأن في القانون بعد 5 سنوات يحق له يقدم استقالة. وبالتالي أصبح احتياط اوتوماتيكيا. نعم. للقوات المسلحة. نعم. الإعفاءات هي في البداية أي شخص ممنوع أحد يعفيه إلا من خلال لجنة طبية عسكرية. نعم. هذا الشخص المعفي. عدا هذا أسرى الحرب. نعم. هذول يعفون. أو عندنا اللي يصدر في حقهم حكم يثبت غيابهم. هذا يعفى. أو عندنا العائل للأبناء العسكريين. أبوه أسير. شهيد. نعم. مصاب. ما يقدر يعمل تقاعد من أسباب طبية من الخدمة العسكرية. نعم. العائل من أبناء الكبار أكبر واحد عياله أو العائل فيهم هذا يعفى. نعم. هذه الحالات اللي تعفى بس. نعم.